استحوذت البعثة المصرية على النسبة الأكبر من مقاعد منافسات الدور النصف النهائي في بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش والمقامة حاليا في مدينة برانغهام البريطانية. هذا وقد حققت البعثة المصرية حتى الآن نتائج متميزة في الدور ربع النهائي، وتأهل على إثرها 25 لاعب مصري بمختلف الفئات العمرية إلى الدور نصف النهائي، بينما تأهلت الولايات المتحدة الأمريكية بخمسة لاعبين وماليزيا بثلاثة لاعبين وانجلترا باثنين من اللاعبين، بينما تأهلت هولندا بلاعب واحد فقط.